أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Please, Zahra Mahir, can you just fill the gaps? Don't leave any too much us. And just come a little bit forward, so the others who don't have speech, Zahra Mahir. There is a lot of gaps, Zahra Mahir. Inna alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين والمؤمنات، روى أهل السنن وغيرهم حديث عائشة رضي الله عنها المعروف، لما سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائلة: إن علمت أي ليلة ليلة القدر فما ما أقول فيها، إذا علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. عائشة رضي الله عنها مدركة وهي فقيهة، تدري أن هذه الليلة ليلة عظيمة، ليلة ليست كسائر الليالي، خير من ألف شهر، وتدري أن الإنسان ينبغي له أن يدعو الله تبارك وتعالى في تلك الليلة، فتسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الخبير وهو المبلغ عن الله عن أفضل ما يمكن أن يقال، حتى تستغل تلك الفرصة بأحسن ما يكون، فيخبرها النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الكلمات
اليسيرات أو اليسيرة يعني قد لا تتجاوز 7 كلمات. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ليس هناك حاجة أن تطول ما بينك وبين الله تبارك وتعالى، لا حاجة أن تتعمق وأن تطيل في الدعاء. والنبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا هذا الدعاء الخفيف اليسير المبارك، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. العفو هو المحو، وفي حق الله تبارك وتعالى فهي صفة من صفات الله واسم من أسماء الله، فالله تعالى هو العفو. الله تعالى يمحو السيئات ويترك المعاقبة عليها إذا تاب الإنسان من ذنبه. والله تعالى قرن العفو بالغفور، إن الله كان عفوا غفورا، وبينهما قرب. الله تعالى يمحو السيئات ويترك المعاقبة عليها ويغفرها أي يسترها، والله تعالى يحب الستر. والله تعالى قارن العفو أيضا بالقدير، إن الله كان عفوا قديرا، وهذا يعطي معنى ثالث أيضا. هناك من يعفو لكنه لا يعفو عن قدرة، يعفو عن عجز، لا يستطيع أن يأخذ حقه فيعفو. الله تعالى يعفو عن قدرة، يقدر على أن يعاقب على الذنب، لكنه تعالى يعفو، ويعفو كثيرا، فهي صيغة من صيغ المبالغة، يعفو كثير ويعفو عن كثير، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. هذا الدعاء يبين لنا أن الإنسان مخطئ لا محالة، والله تعالى يعلم سرنا وجهرنا ويعلم ضعفنا ويعلم أننا إن لم يعفو عنا وإن لم يغفر لنا فإنه ستضيق بنا الدنيا. هناك أقوام يذنبون كثيرا ولا يجدون ملجأ ومخرجا، فيقنطون من رحمة الله حتى يؤول بهم الأمر إلى أن يقتلوا أنفسهم، لأن ضاقت صدورهم، ليس لهم متنفسا. والله تعالى يدرك أننا في حاجة إلى عفوه ومغفرته، ففتح لنا باب التوبة، فتح لنا باب أن نرجع إلى الله تبارك وتعالى حتى لو أذنب الإنسان أي ذنب. وليس هناك أحد يمكن أن يمنع بين التوبة أحدا من الخلق. الله تعالى فتح باب التوبة للذين قتلوا المؤمنين وأحرقوهم، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، الذين أهل الخندق الذين أحرقوا المؤمنين، الله تعالى يقول ثم لم يتوبوا، يعني باقي باب التوبة مفتوحا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا هذا الدعاء في هذه الليلة المباركة، ويكفي دعاء، لأنه لو أن الله تعالى عفى عنا وغفر لنا وتاب علينا ستفتح لنا أبواب الخير كلها، خير الدنيا وخير الآخرة، خير الدنيا في القرب من الله وخير الآخرة في القرب من الله. والذنوب والمعاصي هي التي تفسد علينا الدنيا وهي التي تنغص علينا حياتنا. الذنوب تأتي كنكة سوداء على القلب فتحيط به، فإن لم يتب الإنسان يزداد ذنوبا ولا يتوب حتى يصبح قلبه مسودا، حتى يصبح الإنسان لا يرى معروفا ولا ينكر منكرا، حتى يصبح الإنسان أغلقت عليه الأبواب جميعها فيقنط من رحمة الله وييأس من روح الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا هذا الدعاء حتى نؤوب ونتوب إلى الله تبارك وتعالى، وإن تبنا فهذا هو خير الدنيا والآخرة. والله تعالى عفو يحب العفو، وهنا معنى آخر. الله تعالى
هناك من أسمائه ومن صفاته الله تعالى يحب أن يراها في عباده. يحب الله تعالى أن نعفو نحن. إن كنا نرجو عفو الله فعلينا أن نعفو أيضا. والعافين عن الناس، وما ازداد عبد عفوا إلا عزا. كيف تسأل الله تعالى وترفع يديك وتقوم الليل وتسأل الله العفو وأنت لا تستطيع أن تعفو عن أخيك وعن أختك؟ وهناك آباء وأمهات لا يعفون عن أبنائهم، إخوة يصلون في نفس المسجد ولا يسلم بعضهم على بعض ولا يكلم بعضهم بعضا، أسرة واحدة أخ وأخت من أجل دنيا، من أجل يعني شيء تافه لا يكلمه ولا يستطيع أن يعفو عنه، ثم تسأل الله العفو؟ أبو بكر رضي الله عنه كان ينفق على قريب له ويعطيه من الصدقة، لكن لما تكلم هذا القريب في عرض عائشة رضي الله عنها بنته التي برأها الله تعالى منع منه هذه النفقة، فقال الله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ تحب أن يعفو الله عنك، تحب أن يغفر الله لك وأنت لا تستطيع أن تعفو عن الآخرين؟ فمباشرة رجع أبو بكر رضي الله عنه، فرجع النفقة إلى هذا الشخص، وإن تكلم في عرض بنته وزوج النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا من الذين غفر لهم ذنبهم في هذا الشهر، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا، إنه عفو غفور. قولوا ما تسمعون وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده الذي اصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. The believers. عائشة رضي الله عنها asked the Prophet صلى الله عليه وسلم, O Messenger of Allah, if I realize it is Laylatul Qadr, what should I supplicate in it? The Prophet صلى الله عليه وسلم replied, You should supplicate اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. O Allah, you are most forgiving and you love forgiveness, so forgive me. Aisha radiallahu anha knows that Laylatul Qadr is an amazing opportunity to make du'as, to ask Allah for whatever you want. But our mother Aisha radiallahu anha was very intelligent. She wanted to know the best of du'as to make during this night. The Prophet sallallahu alayhi wasallam taught her to say something very simple, very short, very complete and deep. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to make things easy for everyone and accessible to everyone. He taught Aisha radiallahu anha this dua, and he's teaching us this dua. Allahumma innaka afoon tuhibbu al-afwa fa'fu anna. Oh you Allah, oh Allah, you are most forgiven and you love forgiveness, so forgive me. Forgiveness, al-afw means erase something, clearing it, removing it. Al-Afw is one of the most beautiful names of Allah, the supreme pardoner, the forgiver. It means that Allah is the one who erases sins, who do not punish the one who asks forgiveness, the one who comes back to Allah, the one who repents sincerely to Him. And Allah loves forgiveness. Allah loves forgiveness. Allah wants us to come back to Him, not because He needs us, subhanahu wa ta'ala, but because He loves to pardon people, to forgive them. He is Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafoor, the all-forgiving, the most merciful. Nobody can stop someone to come back to Allah. Even if you are the worst person, even if you have made loads of sins, Allah will pardon everything if you have regretted your actions, if you repent sincerely. Allah created us and He knows our weakness, our negligence, our forgetfulness. We are imperfect, and Allah subhanahu wa ta'ala is the perfect. Allah has mentioned His name Al-Afu, connected to Al-Ghafoor, the one who pardons again and again, the one who forgives extensively. They are close to each other, Al-Afu and Al-Ghafoor. But Al-Afu
carry on the meaning of erasing the sins, clearing them, and not punishing for them. And Al-Ghafur carry the meaning of covering the sins, hiding them. The Prophet ﷺ taught us the best dua to repeat during Laylatul Qadr is asking forgiveness to Allah. Subhanallah, because forgiveness is everything between us and Allah. If Allah forgives you, He will facilitate you, He will facilitate everything for you. He will make you feel light. The doors of tawfiq, easiness, will be open for you for the dunya and the akhirah. Whoever understands properly this meaning has received from Allah the biggest gift in his life. Because what poisons our life and makes everything so difficult is our sins. It is our sins if we don't repent to Allah sincerely. The sins envelopes the heart and make you feel heavy, make you feel lost. Allah has promised that whoever makes a sin and regret it, come back to Him, Allah will forgive him, even if he has made all the sins possible and imaginable. If he is still alive, he has the opportunity to ask forgiveness. Allah subhanahu wa ta'ala said to the one who kills believers, burn them, that they still have the opportunity to repent. إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. Indeed, those who have tortured the believing men and believing women, ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا, and then have not repented. So they have the opportunity to repent. This dua, اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَعْفُ عَنَّا, teach us that Allah loves forgiveness. And it means as well that Allah loves for us to be the one who forgives others when they commit a mistake against us. When it comes to fulfill your right and some people don't even respect your right, forgiveness is better. وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى, and to forgive it is nearer to righteousness. There are some people that they don't even talk to their brothers and sisters. For some, it may be their parents, their relatives, for no valid reason. Any dispute between them, they cut relationship. How can we be asking forgiveness from Allah and stand in prayer when we don't even forgive other mistakes, negligence, and shortcomings? The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Allah increases the honor of one who forgives. هذا وصلوا رحمكم الله على خير البشرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا في هذا الشهر الكريم وفي هذه الليالي المباركة. اللهم لا تخرجنا من هذا الشهر إلا وقد غفرت ذنوبنا ومحيت خطايانا ورفعت درجاتنا، وأن تجمع بيننا وبين إخوتنا على خير. هذا والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.